نشرة الأخبار تأتيكم من متر 18. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأها بالعناوين. لقاء مرتقب للسراج ورئيس الوزراء الفرنسي في تونس. قائد صوفيا يعد بإرسال زوارق بحرية لمكافحة الهجرة. 59 صاروخا أمريكيا على قاعدة جوية سورية. أهلا إلى التفاصيل. علمت متر 18 من مصادر تونسية خاصة عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازانوف. وفي غضون ذلك، كان الوزير الفرنسي الأول خلال زيارة له إلى الجزائر قد ذكر أن بلاده تتقاسم معها النظرة ذاتها بشأن الدول المهددة بعدم الاستقرار مثل ليبيا، مثمنا في الإطار الدور الرئيسي الذي تؤديه الجزائر على الساحة الإقليمية من أجل عودة السلم والاستقرار في ليبيا. من جانبه، جدد رئيس المجلس الرئاسي اليوم دعوته لجميع الأطراف للانخراط في العملية السياسية والمساهمة في بناء ليبيا. السراج وفي لقاء مطول مع صحيفة الوطن المصرية أكد أن يد الوفاق ممدودة للجميع دون إقصاء، بما في ذلك المشير خليفة حفتر لما يتمتع به من مكانة تخوله الاطلاع بدور مهم في هيكلة القوات المسلحة الموحدة التي يجب أن تكون تابعة للقيادة السياسية حسب قوله. ورحب السراج بأي مساعدة تقدمها الدول الشقيقة والصديقة لليبيا في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد وتوحيدها لتكون قادرة على مواجهة العدو الأوحد لليبيا وهو الإرهاب. إلى ذلك، التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر أمس في طرابلس، التقى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لبحث الأزمة الليبية. وأبدى كوبلر قلقه من التصعيد في كل من الجفرة وقاعدة تمنهنت الجوية العسكرية، ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف في ليبيا إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة بالبلاد. يأتي ذلك في وقت دعا فيه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في الجنوب وعودة كل القوات إلى أماكن تمركزها. النواب في بيان لهم قالوا إن التصعيد العسكري لا طائل منه إلا مزيدا من التشرذم وهلاك الأرواح، داعين لتشكيل غرفة من أفراد الجيش والشرطة في الجنوب لحماية المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة للدولة وفرض منطقة حظر جوي لمنع استخدام الطيران العسكري من جميع الأطراف والعمل على حماية المدنيين. وفي بيان له، وصف المجلس الرئاسي تحركات الجيش الوطني باتجاه مطار تمنهنت بالهجوم المبيت والعدائي، لافتا إلى أن القصف طال قوات تابعة لحكومة الوفاق تتخذ من القاعدة مقرا لها لحماية السلم الأهلي. وحذر رئاسي الوفاق من استمرار ما قال إنه تصعيد غير مبرر وعبث بأمن واستقرار الوطن، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام حرب أهلية وفقا لذات البيان. الرئاسي أكد بأنه أعطى أوامره لقواته في القاعدة للدفاع عنها والتصدي لأي اعتداء جديد، آملا أن يسود العقل ويتوقف التصعيد والاستفزاز. إلى ملف الهجرة، حيث أكد قائد عملية صوفيا الأدميرال أنريكو كيردينينو أن أول دفعة من زوارق دورية سترسل إلى ليبيا قريبا وربما الشهر المقبل. تصريحات الأدميرال جاءت في إحاطة أمام لجنة تحقيق في البرلمان الإيطالي بشأن المهاجرين، وأضاف كيردينينو أن إيطاليا قامت بتدريب 93 متدربا ليبيا ومن بين هؤلاء 3 طواقم لزوارق دورية. وأوضح العسكري الإيطالي أنه ينبغي أن تخصص القوارب الأولى التي ستصل إلى ليبيا لطرابلس ومصراتة، مبينا أن العملية تهدف لتدريب حوالي 500 ليبي بحلول نهاية المرحلة الثانية في يوليو المقبل. مهاجرات غير قانونيات احتجزتهن السلطات الليبية بعد دحر تنظيم داعش من سرت، وها هي تفرج عنهن بعد أن ثبتت براءتهن من احتمال الارتباط بالتنظيم. إلى التقرير.
أخيرا وبعد شهور بتنا طلقاء وتنفسنا الصعداء، مهاجرات غير شرعيات احتجزهن الدواعش في سرت، بعضهن يتأهب للعودة لبلاده، وأخريات سيتم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية توطينهن في دول أخرى. واليوم الحمد لله بالمساعي وبالتعاون مع السلطات القضائية وكل ومنظمة الهجرة الدولية، تم اليوم إن شاء الله الإفراج عن هؤلاء الجنسيات اللي هي 5 جنسيات نيجيرية و23 أثرية مع 5 أطفال، اليوم يتم تسليمهم إلى منظمة الهجرة الدولية، والذين سيتولون هم بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. طيلة شهور كنا في قبضة من لا يرحم، حتى اعتقلتهن السلطات الليبية بعد دحر الظلاميين من سرت. احتجزن داخل أحد السجون في مصراتة، وخضعن لتحقيقات لاحتمال ارتباطهن بالتنظيم، إلى أن تثبت براءتهن ليبدأن حياتهن من جديد. عن جد مبسوطة، يعني حياة الشعور اللي أنا عن جد في مبسوطة، ما بقدر أشرح زعلتني، يعني عن هنا بتعرف زعلتني، لكن عن جد مبسوطة، رح بلش حياة جديدة من اللي كنت فيه وشوف أهلي. بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما، وأخريات يرافقهن صغرهن. غادرن في حافلات تابعة للهلال الأحمر الليبي، والسعادة تعلو الوجوه وتكسو العبارات. يعني عشان لو من هنا طلعت غير حياة حقي، أنا يمنى يعني حياة حقي كويس. لو أول مرة طلعت من داعش بقيت حياتي كويس الحمد لله، مسراتة بعد مسراتة حس كمان قاعدة أطلع لأعدل مكان تاني فرحان شديد. هن دفعة من عشرات كانوا يقصدون أوروبا عندما وقعوا في قبضة الدواعش، ثم تحققت لهم النجاة، لكنهم ما زالوا يترقبون على أحر من الجمر استنشاق عبق حرية طال انتظارها. اعتمد مجلس وزراء الداخلية العراق في ختام أعمال دورته 34 المنعقدة بتونس، اعتمد توصيات المؤتمرات ونتائج الاجتماعات المشتركة خلال عام 2016. نتابع. انعقدت في تونس الدورة 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان من أبرز المواضيع التي تضمنها جدول أعمال الدورة تقارير عن ما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وزراء الداخلية ناقشوا في هذه الدورة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية للتعاون في مجال الاستجابة للكوارث، وموضوع التحديات الأمنية في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمعالجتها. كما تطرقوا إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك. البيان الختامي الصادر عن الأمانة العامة اعتمد التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية والموافقة على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم إنجازه بشأن الخطط الأمنية العربية 8 والإعلامية العربية 6 للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة. انعقد في العاصمة التونسية اجتماع وزاري مشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بخصوص دعم قطاعي الصحة والتعليم، بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والصحة والتعليم والحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي. جلستنا هذه المرة هي الجلسة الثانية واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في جلسة 8 ديسمبر من عام 2016، وكذلك ما اتفق عليه بين دولة رئيس المجلس الرئاسي والسيدة فيدريكا موغريني خلال زيارته إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مواصلة هذه الاجتماعات. الاجتماع يأتي ضمن التعاون الليبي الأوروبي لمواجهة أهم القضايا العاجلة التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين وإعادة دعم قطاع الصحة الذي يشتمل على تعزيز النظام الصحي ودعم الخدمات.
يوجد مشروع آخر وهو مشروع جديد قائم الآن يبدأ التفعيل فيه في خلال الشهر القادم، وهو دعم الخدمات الصحية الأساسية من صحة الأم والطفل والصحة النفسية والأمراض الغير سارية وسلامة الدم. طبعا هذه كلها الباقة تدعم النظام الصحي، وهي من الأولويات العاجلة والماسة واللي تمس المواطن خاصة يعني في هالظروف هذه الصعبة. نتمنى صراحة في هذا اللقاء بوجود نخبة من الخبراء ومن الناس المختصين في قطاع الصحة، سواء كانت من إدارات وزارة الصحة أو من جميع القطاعات، مستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية وثانوية على المستوى الثالث. صراحة هذا اللقاء تضمن محاور مواضيع الأساسية اللي ذكرناها في السابق، وكانت مجموعات متمثلة في جميع القطاعات وفي جميع البرامج زي ما قلنا، صحة الأمومة والطفولة كانوا موجودين أخصائيين وخبراء، وأيضا من الصحة النفسية وفي الأمراض غير سارية وسلامة الدم. أما فيما يخص التعليم فخلاصة الاجتماع تمحورت على تقديم الدعم النفسي للأطفال وللطلبة، كما تم التركيز على معاناة قطاع التعليم عموما والرقي بمجال التعليم العالي ودعمه. ونتمنى من هذا البرنامج يخدمنا في بعض المنافع المتوقعة في مثل هذا التعاون، هي بعض التوقعات زي تصدي لبعض المشكلات والتحديات على هذا التعاون من تطوير مؤتمر البرنامج التعليمي والمشاريع التنفيذية، ويريت تكون بخطة زمنية معينة، والأنشطة البرنامجية اللي قدمها لنا الاتحاد الأوروبي ريتها تلبي أولويات المرحلة الانتقالية والطموح الليبي، ولا تكون مشروعات لا تلامس العقول ولا مشروعات تذغذغ مشاعرنا، إنما نريد شيئا واقعيا يبني به الطالب الليبي والمعلم الليبي للوصول إلى الدرجات العليا من التعليم. نظم قسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الأسمرية ندوة حول المصارف الإسلامية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وطلبة قسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة. بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وطلبة قسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الأسمرية بمدينة سبها، أقيمت ندوة علمية بعنوان المصارف الإسلامية طموحات وإنجازات تحديات وعقبات، ناقشوا فيها إعداد كوادر تعمل في المصارف الإسلامية وتوضيح الإنجازات التي حققتها المصارف الإسلامية. من خلال هذه الندوة وقبل هناك دورات يقيمها معهد الدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف ليبيا المركزي في إعداد الكوادر المصرفية المتخصصة إن شاء الله في الصيرفة الإسلامية. فنحن في هذا القسم رأينا أن نقوم بهذه الندوة تكملة للمجهودات السابقة. الندوة كان الهدف منها عرض كيفية عمل المصارف الإسلامية والعقود التي تبرمها. والله استفاد أن المصارف التقليدية هي المعاملات التي تقوم بها معاملات ربوية، والمصارف الإسلامية يعني معاملات إسلامية موافقة للشريعة الإسلامية. وقمنا بهذه الندوة نبغى نوضحوا شن هي المصارف الإسلامية، بنوضحوها تعريفها ونشأتها والإنجازات التي قامت بها المصارف الإسلامية، ونوضحوا أن القسم الاقتصاد الإسلامي قسم مهم، ما هو قسم كيف أي قسم عادي، ونبغى نوصله للعالم أن الاقتصاد الإسلامي راهو مهم. تو أي واحد يقول لك تقرأ اقتصاد إسلامي يحسبوا أنه متطرفين أو هيك نقرأ في اقتصاد متطرف ولا هيك، بالعكس نحن نقرأ في اقتصاد يلم بمعلومات فقهية لتخص المجتمع بالكامل. توصيات خلصت إليها هذه الندوة أهمها الاهتمام بتدريب العاملين في المصارف الإسلامية والتركيز في التوظيف على خريجي أقسام الاقتصاد الإسلامي وتذليل العراقيل الإدارية والقانونية التي تواجه إنشاء المصارف الإسلامية. إلى بني وليد التي تشهد نقصا في مياه الشرب في ظل التقصير الواضح من الدولة، ما دفع المواطنين للدخول في حملة تطوعية لمعالجة الآبار وصيانتها. هنا في محطة المياه تلتف السواعد لتثبيت هذه المضخة الغاطسة عند أول بئر من خمسة تستهدف صيانتها حملة يقوم بها أهل الاختصاص في مدينة بن وليد. أعمال الصيانة والتركيب لآبار المياه الجوفية بدأت بتوفير عدد من مضخات المياه والكوابل الكهربائية برعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وإشراف جمعية السلام بن وليد للأعمال الخيرية
أما التنفيذ فلشركة المياه والصرف الصحي بنوليد. اليوم بدأنا في البير الأول وهو البير موجود وسط مدينة بني وليد بما يسمى أو المعروف ببير الكوري. نشكر مجهودات الموظفي شركة المياه والصرف الصحي بمدينة بني وليد على مجهوداتهم وتعاونهم معنا. الآبار الخمسة تم تجهيز جميع معداتها من قبل الجمعية وستفعل خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من البئر الأولى. حملة تأتي في ظل نقص المياه وغياب دور الدولة ومؤسساتها في بنوليد. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تقدم بطيء للقوات العراقية في الموصل. لقاء مرتقب للسراج ورئيس الوزراء الفرنسي في تونس. قائد صوفيا يعد بإرسال زوارق بحرية لمكافحة الهجرة. وتسعة وخمسون صاروخا أمريكيا على قاعدة جوية سورية. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا على قاعدة جوية سورية في حمص من سفن حربية حسب ما أعلن الكونغرس. مسؤولون في الجيش الأمريكي أكدوا أن سفينتين حربيتين تبحران شرق المتوسط استهدفتا مطار الشعيرات العسكري، وتضمن الهجوم استهداف أنظمة دفاع جوي. وبين المسؤولون أن هذه الهجمات استهدفت هذا المطار نظرا لاشتباههم أن الهجمات الكيماوية على إدلب انطلقت منه. الليلة أمرت بضربة عسكرية موجهة على قاعدة جوية عسكرية في سوريا والتي انطلقت منها الهجمات الكيماوية. إنه من صلب اهتمامات الأمن القومي للولايات المتحدة أن يمنع انتشار الأسلحة الكيميائية المميتة. لا خلاف على أن سوريا استخدمت أسلحة محظورة وانتهكت التزاماتها بمعاهدة حظر هذه الأسلحة وتجاهلت تحذيرات مجلس الأمن. كان هناك العديد من المحاولات لتغيير سياسة الأسد لكن جميعها باءت بالفشل بشكل كبير، وكنتيجة لذلك زادت أزمة اللاجئين وتعمقت واستمر عدم الاستقرار في المنطقة مهددا الولايات المتحدة وحلفائها. اليوم أدعو كل الأمم المتحضرة لتنضم إلينا في البحث عن نهاية للمذابح وشلالات الدم في سوريا ولإنهاء الإرهاب بجميع أنواعه. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن بلاده وألمانيا ستستمران في جهودهما عبر الأمم المتحدة، ستستمران للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية. تصريحات أولاند جاءت في أعقاب اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث قالت برلين من جانبها إن الجانبين يريدان مواصلة الجهود الرامية لتحميل الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية الأعمال الإجرامية. Nous devons donc Singapour et France défendre من جانبه دعا وزير الخارجية التركي مولود أوغلو للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على الفور، قائلا إنه ينبغي تشكيل حكومة انتقالية معبرا عن دعمه للهجوم الصاروخي الأمريكي. أوغلو قال إنه إذا لم يرد الأسد الرحيل وإذا لم تكن هناك حكومة انتقالية وإذا واصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فينبغي اتخاذ الخطوات الضرورية للإطاحة به، مذكرا بأن إقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا أصبحت أهم من أي وقت مضى، مضيفا أنه أجرى اتصالات مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ريكس
Taylor Son. Bunlardan bir tanesi Suriye'de tabii DAEŞ'le mücadele ederken hep birlikte geçmiş yönetimin. إلى ذلك أكدت الحكومة اليابانية دعمها لضربات الجوية الأمريكية على سوريا ولجهود القضاء على استخدام الأسلحة الكيميائية. رئيس الوزراء الياباني في تصريحات للإعلام أضاف أنه يقدر التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على الاستقرار في العالم. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك مؤازرته لردة الفعل الأمريكية تجاه سوريا قائلا إنها كانت تحركات محسوبة ومتناسبة مع الحدث وترسل رسالة قوية لنظام الأسد. Been proportionate and it has been swift. And we support the United States in that swift action. تواجه القوات العراقية مقاومة عنيفة من قبل تنظيم داعش المحاصر في البلدة القديمة في الموصل، مما جعل تقدم القوات يتباطأ. ضابط في الشرطة العراقية أوضح لرويترز أن مسلحي تنظيم داعش أظهروا مقاومة شرسة لأنهم محاصرون في غرب الموصل وليس لديهم طرق للهروب، وكانت القوات العراقية تركز المعارك على الأحياء المحيطة بمسجد النوري، المكان الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي ما يسمى بخلافة الدولة الإسلامية قبل 3 سنوات، مما اضطرها إلى فتح ثقوب لقناصة الجيش في المباني لاستهداف قناصة مسلحي داعش المحاصرين في منازل حي النبيشيت. وينتظر الجيش العراقي تحسن الظروف الجوية ليسمح للقوات البرية بالتقدم نحو مسجد النوري. والآن جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. لم يبقى إلا التذكير بعناوين النشرة. لقاء مرتقب للسراج ورئيس الوزراء الفرنسي في تونس. قائد صوفيا يعد بإرسال زوارق بحرية لمكافحة الهجرة. و59 صاروخا أمريكيا على قاعدة جوية سورية. لذلك نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع القناة الإلكترونية metier18tv.net، ولمواكبة جديد الأخبار والعواجل بإمكانكم تصفح مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب، كذلك حساب القناة على تليجرام. إلى اللقاء.